حضراتكم ايه سيادة النائب في مجلس النواب حماية الأهالي اللي في المناطق البعيدة زي أرض الفيروز سيناء المناطق المحافظات النائية؟ أكيد يعني أكيد في دور لمجلس النواب تقدروا تقوموا بيه، تشريعات معينة يعني طبعا احنا معانا اخواننا ممثلو سيناء، سواء سيناء شمال سيناء او جنوب سيناء، وبيتكلموا دايما على قضايا سيناء. وبعتقد انه سيناء قاسم مشترك بين كل النواب وليست قصرة فقط على نواب سيناء. ناس كتير متواصلة مع أبناء سيناء في مشاكلها وفي أزماتها، الناس بتتصل بينا وتبلغنا ببعض المشاكل أو بعض أي وجود أي تجاوزات أو غيره، والحقيقة بنتصل بالمسؤولين وإلى حد كبير بيتم الاستجابة. اللي أنا عايز أقوله يعني أنه أي حد يرتكب فعل جناية جريمة هو المسؤول عنها، لا عيلته مسؤولة عنها ولا البلد اللي هو منتمي ليه مسؤول عنها ولا تدري وزارة الخارجية بالظبط. وإلا هناخد الناس كلها بالشبهات. احنا مدركين ان الامن في مرحلة صعبة، ومدركين ان يعني الاوضاع بتملي على الامن ان يأخذ احتياطات احترازية كثيرة جدا، وان يعني يحدث فرزا للناس اللي ممكن تدور حولها شبهات معينة او من اماكن معينة. ولكن يعني انا لما بعامل الانسان بقدر من الحرص ولا اعمم الاحكام اللي بتصدر على كل الناس، بالتاكيد يعني ده بيبقى له مردوده ايجابي، انما ما بقاش انا عشان من بلد معينه يبقى انا متهم زي الارهابي اللي متهم، ده صعب جدا.